بك يا خل الصفا نهديك الحن الوفا يقيك ما أغلاهما سطرت سفرا من عطاء نهديك يا خل الصفا نهديك الحن الوفا يقيك ما أغلاهما سطرت سفرا من عطاء عاشق التفاني للوطن أهداه من أغلى ثمن أفكاره وشبابه نبضة قلب مؤتمن عاشق التفاني للوطن أهداه من أغلى ثمن أفكاره وشبابه نبضة قلب مؤتمن الصفا نهديك يا الحن الوفا يقيك ما أغلاهما سطرت سفرا من عطاء نهديك يا خل الصفا نهديك الحن الوفا يقيك ما أغلاهما سطرت سفرا من عطاء القائد الفذ الهمام نهديك السلام أنت النصير لصاحبين نداك للهمم الجسام القائد الفذ الهمام نهديك السلام أنت النصير لصاحبين نداك للهمم الجسام نهديك السلام الصفا نهديك الحن الوفا يديك ما أغلاهما سطرت سفرا من عطاء نهديك يا خل الصفا نهديك الحن الوفا السلام الملكي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه سعادة رئيس مركز السهي الأستاذ مقعد السباعي حضورنا الكريم نحتفل الليلة بالأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ عبد بن علي بن طاهر سميلي بمناسبة تقاعده وإننا نثمن عاليا تلبية دعوتكم وعظيم وفائكم نستهل حفلنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها باسم حسن سميلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أنت تترك جوادك حرا طليقا فقد اخترت الترجل عن صهوته بعد أن عشت ممسكا به زمنا يزيد عن 30 عاما. ها أنت تختار الرحيل عن بيئة تعليمية وتربوية منحتها من جهدك ما يمنحه القلب سائر الجسد، وكنت طيلة ذلك الزمن تحتفي بالكفاح ويحتفي بك وتلوذ بالعزيمة في وجه مثبطات الحياة، منتجا في بيئة تعليمية متنوعة المراحل ومختلفة الأدوات. ها أنت تختار التقاعد إيمانا منك بضرورة التجديد، وأن الميدان التربوي يتسع لجيل شاب جديد يمنح الوطن رؤية متطلعة وحاضرا مبتكرا، فكنت سباقا لاختيار استراحة تتخذ من حب الوطن والسير مع رؤيته هدفا ومنهجا. نستهل حفلنا باستعراض سيرة ذاتية للمحتفى به، فيها نبرز شيئا من ملامح حياته. الأستاذ عبد بن علي بن طاهر مخرج سميلي، من مواليد قرية عببة عام 1382 للهجرة، حاصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة الإمام فرع أبها عام 1406. عمل فور تخرجه عام 1406 معلما بمدرسة علي بن أبي طالب بنجران، ثم التحق عام 1407 بمدرسة السهي الابتدائية والمتوسطة مديرا وقائدا تربويا فيها، حاصل على عدد من الدورات والمهارات أهمها دورة مديري المدارس لمدة فصل دراسي كامل عام 1416، دورة مديري المدارس بمدرسة الطائف، وعدة دورات في تطوير الذات وبناء الشخصية.
درست المرحلة الابتدائية في الجرادية ثم في مدرسة اللجية حتى الصف الخامس الابتدائي، ثم أكملت المرحلة الابتدائية في الدراعية، ثم بعد ذلك سجلت في المعهد العلمي بصامطة وتخرجت من المعهد العلمي عام 1402، ثم بعد ذلك سجلت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم التاريخ عام 1402 وتخرجت 1406. تخرجنا وتعينت عام 1407 في نجران مدرسة علي بن أبي طالب، ولي ذكريات يعني جميلة جدا في هذه المدرسة. أول سنة كان زملاء يعني في منتهى الروعة، زملاء سعوديين وزملاء أجانب، والمدير المدرسة كان إنسان يعني متفهم وعلى قدر كبير من الوعي، فتعلمت الكثير من الزملاء في مهنة التعليم. في استطعت أني أستفيد وأكتسب خبرة كبيرة جدا من الزملاء، فكان علاقة طيبة وعلاقة كبيرة مع الطلاب في هذا العام الدراسي 1407. فلي ذكريات جميلة جدا الحقيقة لا تنسى نهائيا في هذا العام الدراسي وهذه السنة التعيين في منطقة نجران، وهي منطقة جميلة جدا وأهلها يعني ناس كرماء، والحمد لله رب العالمين. كان لي زملاء وأصدقاء ما زلت لحد الآن يعني أكن لهم بالحب والوفاء والعرفان. لقاء مع مدير التعليم محمد سالم العطاس، كان يعني مدير تعليم أنا أعتبره من أفضل مديرية تعليم اللي مروا على منطقة جيزان، حقيقة من أفضل مديرية تعليم في منطقة في المملكة العربية السعودية جميعا. فاجتمعت معاه وكان بمجموعة من المشرفين التربويين موجهين، فقال لي يا أستاذ عبدو إيش رأيك نعينك مدير مدرسة في السهي؟ قلت له أنا لي سنة واحدة من يوم تخرجت وجديد على التعليم، وقال لي ولكن يعني أرى فيك يعني أنك كفؤ وتستطيع تملأ يعني إدارة مدرسة السهي. فعلا استلمت خطاب المباشرة في مدرسة السهي نهاية عام 1407، وباشرت واستلمت الإدارة من مديرها السابق موسى بدري من أبو عريش، وكان رجل فاضل الحقيقة. فاستلمت الإدارة وكان في مجموعة من الزملاء أيضا، تفاعلنا مع بعض واستطعنا نطور المدرسة يعني من عام إلى عام، وأصبحت مدرسة السهي من أفضل المدارس في المنطقة بشهادة المشرفين التربويين وشهادة مدير التعليم محمد سالم العطاس نفسه. سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم، سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم، الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم، اللزوم اللي يبي وقفه على ساق وقدم،
الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساقه قدم اللزوم اللي يبي وقفه. يا من منحت الأرض عطرا زاكيا ومنحت قلبي في الحياة معانيا، أبتي سأصنع فيك شعرا علني أرقى، بغيرك لست أصبح راقيا، أبتي تطوف خطاك كل دروبنا، بخطاك صار الدرب حلما زاهيا. منذ ارتداك المجد، منذ ارتداك المجد كنت له أبا، المجد في عينيك سافر عاليا. يا سيدي ماذا أقول، أنا هنا طفل تعود منك قلبا حانيا، واعتاد منك النور حيث ظلامهم خاو، ونورك ليس يبدو خاوي. لن يبلغ الإنسان بعدك عالما أسمى، لأنك عشت نجما ساميا. كل الأنام أتتك حيث منحتهم من جود قلبك حكمة وتفانيا، ومنحتهم أخلاق كل معلم يقضي بعدل ما أجلك قاضيا. كان التقاعد قبل ظلك هادما، صار التقاعد في ظلالك بانيا. كان التقاعد ظلمة وتكدرا، والآن بعدك جاء ينشد باهية. بشرى هي الأيام حولك يا أبي، فاضحك فديتك دمت نبعا صافيا. سيشكرك طلابك وسيمتن لك محبوك، وقبل كل ذلك سيغفو ضميرك هانئا مرتاحا بعد اليوم، لأنه أدى رسالته التربوية بالوجه المثالي الذي يرتضيه دينه، ثم القيادة التعليمية والتربوية في وطنه المعطاء. كلمة طلابك ومن ازدهت حياتهم التعليمية بك زمنا طويلا ينشدها نيابة عنهم الدكتور علي بن طاهر سميلي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الذي رفع شأن العلم والعلماء، فقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد معلم البشرية، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سعادة رئيس مركز السهي، المشايخ والأعيان، القادة التربويون، المعلمون الأفاضل، أيها الحفل الكريم، أرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا المساء العطر لنودع أحد القامات التعليمية والشخصيات التربوية والقيادات الإدارية، والذي أمضى 34 عاماً قضاها بين أبنائه الطلاب وإخوانه المعلمين وزملائه المشرفين بكل إخلاص ومثابرة وتفان وإتقان، مراعياً في كل ذلك مخافة الله، وقائماً برسالته التعليمية السامية خير قيام. كنت أحد الطلاب الذين تشرفت بأن أنهل من نبع علمه وجميل تعليمه وحسن تعامله
لم يكن يرى الطلاب إلا أبناء يحرص جاهدا على أن يتعلموا الأدب والأخلاق لتسمو هممهم، ثم يأخذ من كل ما أتاحته للطلاب حكومتنا الرشيدة من مناهج فريدة وعلوم متنوعة قيمة. أنت معلم الأجيال، هنيئا لك هذا الاسم وهذا الشرف الذي حظيت به فلم يحظ به إلا الأنبياء، وهنيئا لك هذه العقول وهذه الأجيال التي ربيتها، ولن ننساك من دعائنا في ظهر الغيب. بعض الأعمال بعد تقاعد أصحابها يطويهم النسيان ولا يبقى لهم أثر أو صيت إلا المعلم، ففضله ممتد عبر الأجيال وذكره باق عبر الأزمان، يبقى أثره ويتردد في الأصقاع اسمه، لا تمحى بصمته ولا تنسى محبته. والطالب خلال مسيرته التعليمية يمر بمعارف متدرجة يتلقاها من معلمين متخصصين، ولكن قلة هم أولئك المعلمون الذين يتركون انطباعا جميلا وخالدا في الذاكرة لا تمحوه سنوات التعليم، من مراحله الابتدائية الأولى مرورا بالمتوسطة والثانوية وصولا إلى المرحلة الجامعية. وأنت أيها القائد الناجح والمعلم التربوي والأب الحاني، كنت ولا تزال وستبقى رمزا خالدا وعلما من أعلام التعليم الذي لن ينساه طلاب كما طال بهم العمر. نعم المعلم أنت يا أستاذي ومعلمي ووالدي. ونحن هنا في هذه الليلة نجتمع لنقول لك ما في خواطرنا من عبارات الشكر. شكرا لك بحجم عطائك الذي كان مثالا، شكرا لك بحجم حرصك واهتمامك بنا أبنائك الطلاب، شكرا لك بحجم قامتك التعليمية التي زرعت الإكبار والتقدير لك بين كل من عرفك من معلمين ومشرفين، شكرا لك بحجم عظيم أخلاقك التي فرضت على الجميع احترامك، شكرا لك بحجم حبنا لك أبا ومعلما وقائدا تربويا. شكرا بلا حد وامتنانا بلا عد من دعائنا الدائم لك أن يمتعك الله بالصحة والعافية وأن يوفقك في حياتك المقبلة. وتأكد أستاذي الفاضل ومعلم القدير أن من سعيت في تعليمهم وتقويمهم وتهذيبهم لن ينسوا جهدك ولن ينكروا فضلك، وسيحملون لك في قلوبهم دوما مشاعر الشكر والعرفان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخرى لأحد طلابه يلقيها الأستاذ سعد نامس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سعادة رئيس مركز السهي، مشايخ وأعيان قرى مركز السهي المحتفى به في هذه الليلة المميزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم وبينكم في يوم الوفاء والعرفان هذا الذي يحييه منسوبي مدارس المركز احتفاءً بالأستاذ الكريم عبد بن علي طاهر صميري الذي أنهى خدمته بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميدان التربية والتعليم. وإننا إذ نكرم اليوم معلماً تربوياً وقائداً عزيزاً له في قلوبنا كل المحبة والتقدير، فإننا نتطلع في تقديم احتفاء يليق بأهل الفضل والعرفان واجباً لا مناص منه من تأديته، نهجاً لا بد من مواصلته وترسيخه. ضيوفنا الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الطلاب الذين تعلموا على يدي هذا القائد التربوي، نشكركم جميعاً على مشاركتكم في هذا الحفل الذي نكرم فيه اليوم رجلاً ينتمي لأسرة تحمل أسمى رسالة، وهي رسالة التربية والتعليم. فالمعلم كان ولا يزال مربياً يقود الجاهل ويهدي الضال وينير الطريق لكل من التجأ إليه، فهو كالمرارة على رأسها نور وضياء، يراه من فقد الطريق فيهتدي به وينتفع من نوره. وما تلك الأعداد الهائلة من الطلاب
الذين علمهم وأصبحوا يخدمون وطنهم في كافة المجالات الخدمية من أبنائه إلا أغراس تعهد بماء علمه فانبعثت وأثمرت وفاضت معرفة وفضلا، فجدير بنا أن نحتفي به ونكرم من حمل هذه الرسالة وأداها على أكمل وجه. أستاذنا الكريم، إن كل ما يحتاجه المعلم حتى يرتقي إلى شروط ثلاث: ضمير حي، وقلب محب، وإخلاص في العمل، وقد توفرت جميعها فيك طيلة حياتك المهنية، وهو ما تستحق عنه الحفاوة والعرفان بالجميل. لقد أديت الأمانة وحققت الرسالة وسجلت بصمات يشهد لها بك تلاميذك ومختلف الأطر التي اشتغلت معلماً، وستبقى شهاداتهم في حقك وساماً فخرياً سنين حياتك. إننا اليوم إذ نوجه التكريم إليك بتحية التقدير والاحترام لمرحلة من مراحل عطائك الوظيفية التي أخذت منك سنوات من عمرك، تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة. وإن أقل التفاتة شكر تقدم لك في هذه الليلة هي الاحتفال في حفل يحضره زملائك الذين لا يزالون في الخدمة. أملنا كبير في أن تتقبل منا هذا الحفل التكريمي البسيط في ظاهره، الغني في رمزيته ودلالته، فهو عربون محبة وفاء وإخلاص، فلك منا كل الشكر والتقدير. وختاما نسأل الله تعالى أن يكلل جهودك السابقة بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب منه سبحانه تعالى، وأن يبارك لك فيما تستقبل من أيام عمرك القادمة، وأن يجعل حياتك سعادة دوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القيادة التربوية والتعليمية التي مارسها الأستاذ عبد بن علي إسماعيلي وقفات إنسانية كثيرة، كما أنها شكلت فرصة كبيرة له ليتعرف على شخصيات تعليمية واجتماعية مختلفة، وهذا كان دأب المحتفى به الليلة، الذي يبهرك دائما بعميق شخصيته في نفوس محبيه وبقدره العالي في ذاكرة كل من مر به. وقد رأينا أن نستعرض في فيلم وثائقي كلمات خالدة لمشرفين تربويين ومعلمين وطلاب عاصروه طيلة مراحله الوظيفية، فيه يسردون رؤاهم وذاكرتهم التي عاشت مع هذا الرجل، حتى نكتشف ملامح أخرى من سيرته التربوية والإنسانية العطرة. لنستمع لفيلم أسميناه قالوا عنه. الأستاذ الفاضل والقائد المتميز أخي الأستاذ عبد علي طاهر إسماعيلي كان قامة من قامات التعليم، تميز في عمله بالصبر والحلم والحكمة، تميز بحرصه الشديد على مصلحة أبنائه الطلاب، كان لا يفوت دقيقة في اليوم الدراسي إلا ويستغلها فيما يعود بالنفع على أبنائه الطلاب، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كان حريصا على سلوكيات طلابه وعلى تحصيلهم وعلى حضورهم وعلى كل شيء يهمهم، كانت تربطه علاقة ممتازة بمجتمعه المدرسي، سواء منه الخارجي أو الداخلي، كان على علاقة مميزة بأولياء الأمور، يذكره كل من عرفه بالخير وبالثناء، وكان على علاقة مميزة أيضا بمعلميه الذين يعملون عنده في المدرسة، كان على علاقة بطلابه، ويشهد بذلك كل من قابلتهم بالثناء للأستاذ عبده، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل بره بوالديه. هذا الرجل
بار بوالديه بر. لا أعرف أحد من الموجودين الآن في بره بوالديه وقيامه بشؤونهم خير قيام، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. تشرفنا في الحقيقة بالتعلم في هذه المدرسة التي كان هو قائدها، فكان لنا بمثابة الأب وبمثابة القدوة، فنهلنا من هذه المدرسة التي كان هو يعني الرجل الأول فيها. وفعلا إذا ذهبت إليه في مكتبه تجد الحل لأي قضية تعانيها أيها الطالب. فلذلك هو الأب الروحي لنا في كل مكان، ولن ننساه ما حيينا. معلمنا الفاضل الأستاذ عبد علي طاهر سميلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أصعب لحظات الوداع وما أقساها، خاصة لإنسان تحبه، فكيف إن كان هذا الإنسان قد منحك من وقته وعلمه وتجاربه وخبراته الكثير؟ أستاذنا الفاضل، لا نجد في قاموسنا من الكلام ما يعبر عما نكنه من مشاعر الشكر والعرفان، فقد كنت لنا القدوة الصادقة والبحر الذي ننهل من فقهه وعلمه وأخلاقه. لقد كنت الأخ والمعلم والمربي والقيادي، زرعت في قلوبنا المحبة والتضحية والأخلاق. أيها المربي الفاضل، ونحن نودعك اليوم وقد أديت رسالتك بفضل الله وكرمه على أكمل وجه، وأتممت مهمتك على أروع صورة. نقول لك شكرا بلا حد وامتنانا بلا عد، وباقات من المحبة والود نزجيها إليك، مع دعائنا الدائم بأن يمتعك الله بالصحة والعافية وأن يوفقك في حياتك المقبلة. وتأكد أستاذي الفاضل أن من سعيت في تعليمهم وتقويمهم وتهذيبهم لن ينسوا جهدك ولن ينكروا فضلك، وسيحملون لك في قلوبهم دوما مشاعر الشكر والعرفان. وكان يعني وقفاته معايا أنا بالذات لا تحصى، ولو الفضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى. عملت معه من عام 1411 إلى الآن، أي إلى عام 1400، إلى نهاية 1438 لم أشاهد عليه إلا كل طيبة وهو، وكل المعلمين الذين كانوا يعملون تحت إدارته يشهدون بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الكريم عبد علي الصميلي، عرفته مديرا لمدرسة السهي الابتدائية والمتوسطة، وكان مثالا جميلا للرجل القائد الذي يبحث عن النبوغ والتميز في طلابه. كان يحب الابتكار، وكان هادئا مستشرفا المستقبل، وكان منصتا جيدا ومستمعا ومحاورا متمكنا. عمل في بيئات تعليمية وتربوية مختلفة، وكان تركيزه على المنتج التربوي والتعليمي، ونجح كثيرا في ذلك، واستطاع طلابه أن ينطلقوا ويصلوا لأهدافهم. من صفاته التي أعجبتني أنه كان عنيدا ولا يستسلم لمن يريد أن يعمل في المنطقة الرمادية، كما كان صريحا ومن ثم وقف بشموخ حتى تقاعد. فشكرا له على كل ما قدم لمجتمعه، ونسأل الله له التوفيق والعون في مستقبل أيامه وحياته.
التي يستعد لشحنها لجميع العاملين بمدرسته كل صباح دون كلل أو ملل. لقد تشرفت بأن يشرف هذا الرجل وهذه الهامة التعليمية الشامخة على تربيتي وتعليمي كل شيء في مدرستي، علاوة على خارجها بحكم قرابته لي وقربه منا أيضا. ثم ماذا عساي أن أقول عن عراب صرح تعليمي شامخ سار بسرعة البرق نحو المجد والتطور، وحاز على رضا وإعجاب المسؤولين عن التعليم بالمنطقة والوزارة، وقبل هذا كله الشعور بالإطمئنان من جميع طلابه ومنسوبي مدرسته بأنه آخذ بأيديهم إلى العلا بثبات وحكمة. هذا هو الأستاذ عبد علي طاهر سميلي، علم غني عن التعريف، وليس بحاجة أن أعرف بشخصيته الكريمة. والآن وقد ترجل هذا الفارس عن جواده وتوجه نحو حياة أكثر سعادة وحبا وتفاؤلا بإذن الله تعالى، فأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع من تشرف بأن كان هذا الرجل شمعة أضاءت حياته، فندعو له بالتوفيق والسعادة والسداد في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة تعجز كلماتي عن وصف هذا الإنسان في مجال التعليم والإدارة المدرسية، فقد كان أبا حنونا للجميع وعطوفا. لقد عملت تحت إدارته أكثر من 30 سنة، لم ألمس فيه إلا التعاون والأخوة والمساعدة للجميع. حقيقة أصبحت المدرسة في عهده متطورة تفوق جميع المدارس المجاورة. لقد أبلى بلاء حسنا في ضبط النظام، حيث تخرج من تحته رجال يخدمون هذا الوطن، فمنهم الطبيب والمهندس والطيار وجميع من يشمل المجالات الأخرى في شتى الأعمال. كان شعاره دائما الانضباط والإخلاص والتفاني في العمل. كان أبا ومديرا وقائدا ناجحا يساعد ويحترم الصغير والكبير. ماذا أقول عن أخي وزميلي الأستاذ عبد علي سميلي؟ إنه أخي، فهو أحد أفراد قبيلتي ومن سكان قريتي وجاري السكن، وهو زميلي، عملنا لسنوات طويلة في التربية والتعليم. عرف عن الأستاذ عبد حسن الخلق وهدوء الطبع. هذا المربي الفاضل تخرج على يده عدد كبير من الطلاب ممن خدموا الوطن في مجالات عديدة. لعل من الأشياء التي تترك أثرا في نفس الإنسان أن يلتقي بأناس تكون لهم بصمة في حياته، ومن هؤلاء الأستاذ عبد بن علي سميلي. فقد عرفنا هذا الشخص على المستوى الشخصي وعرفناه في مجال العمل، فلم نرى إلا رجلا بشوشا صدوقا له اليد الطولة في كل المجالات. وإن ترجل اليوم هذا الفارس عن صهوة التعليم، فما زال له في قلوب محبيه مكان. فشكرا أبا علي، تقولها لك الأجيال التي تخرجت من تحت يدك، ويقولها زملاؤك ونطبع هنا قبلة وفاء على جبين هذا الرجل، وفاء لما قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتزاحم الكلمات والعبارات عندما نتحدث عن الأستاذ عبد علي طاهر سميلي، الذي حمل مشعل القيادة التعليمية والتربوية طيلة سنوات عمله التي تزيد عن 30 عاما. كان مثالا يحتذى في خلقه الرفيع وتعامله الرائع مع زملائه وطلابه،
ولم نعرف عنه إلا الإخلاص في العمل والتفاني فيه، ولا يمكن لأحد أن ينكر فضله الكبير على مدرسة السهي وأبنائها، وما هذا التكريم إلا جزء يسير من رد الجميل إلى أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى له كل التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة تكريم الأخ الأستاذ عبد علي سميلي، لا يسعني إلا أن أتقدم له بالشكر الجزيل، فقد كان الأخ والزميل شرفت بزمالته 3 سنوات متوالية، أسداني فيها الكثير من النصح والإرشادات التي شكلت منعطفا بارزا وهاما في حياتي التعليمية. أردت أن أبدأ كلامي بمديح، فعجز اللسان عن التصريح، فقلت ما لي إلا كلام لا يحتاج إلى تنقيح، فكلام الله عز وجل يعجز عنه من كان ينطق بلسان فصيح. قال عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دار الزمان ومرت الأيام، وها هو رفيق دربنا في الكفاح يترجل عن صهوة جواده. لقد وجدنا فيك أخي الحبيب صدق القول وحب العمل والتواضع في المعاملة ونقاء السريرة وطهارتها وحفظك للمهنة وشرفها والتسامح وبشاشة الوجه. كل تلك الصفات أجبرتنا على احترام شخصك الكريم. زملاؤه في حياتهم التعليمية وفي القيادة التربوية لهم نصيب من الاحتفاء بالمربي الفاضل الأستاذ عبد بن علي سميلي، وقد قدموا جهودهم المشكورة في إنجاح هذه الاحتفائية، فلهم منا جزيل الشكر والامتنان. كلمة لأحد مرافقيه في الميدان التعليمي وأحد مجايليه في القيادة التربوية، الأستاذ والقائد التربوي لمدرسة تحفيظ ديحمة حسين عبد قيسي، فليتفضل المشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سعادة رئيس مركز السهي الأستاذ مقعد بن محمد السبيعي، سعادة مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة صامتة الأستاذ عبد الرزاق بن محمد صميلي، سعادة المحتفى به بل صاحب المعالي في نظري عبده ابن علي طاهر صميلي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بداية اسمحوا لي بأن أرحب بكم جميعا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي الوفاء لرجل الوفاء
في ليلة بهيجة بالاحتفاء بزميل نال شرف مهنة التعليم ونال الشرف أصالة وفعلا ومعنا، فما زاده إلا تواضعا نال به محبتكم، وزادها ابتهاجا حضوركم الميمون، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحضور الكرام، تمر علينا هذه اللحظات نعجز فيها عن التعبير عما يجول بخواطرنا، وتخوننا الكلمات عن وصف ما تكنه صدورنا أمام معلم فاضل أبدع، فكان لإبداعه معنى ولطموحه مغزى، أنشأ أجيالا وشيد عقولا وصروحا من الفكر السليم الناجح. إنه أستاذنا الكبير الأستاذ عبده بن علي طاهر صميلي. عرفناه حسن السيرة ونقي السريرة، حفظ للمهنة شرفها، امتطى مع باكورة عمره صهوة العمل بكل عزم وثبات، ركابه التميز وهدفه الإنجاز بكل اقتدار، كان موجها ومحفزا وداعما يدخل السرور على من يقابله. سيرته ماتعة، إطارها المعرفة، ومتنها النظام، وسندها الخبرة والثقة. عشقه لمهنته صنع طوقا من العلاقات الإنسانية، وشكل فريقا يعملون بروح الفريق الواحد، إدارة وقيادة بعزم وثبات. أقول ذلك من واقع معرفتي به، فقد عملت تحت إدارته 4 سنوات. كريم الخصال، يترفع عن الصغار والصغائر، واسمحوا لي أن أقول له في هذا المساء: حرصتم على الإنجاز وقدرتم الزملاء فحزتم المعالي، وطبتم وطابت سيرتكم، وتعطرت بطيبكم كل الأماكن التي عملتم بها، فهنيئا لكم هذه المحبة، وتحية إجلال وإكبار لكم، فقد تخرج من تحت أيديكم آلاف المتخرجين، والتحقوا بمختلف المهن، فلك أجرهم وأجر من استفاد منهم إلى قيام الساعة. داعين المولى لكم بأصدق الأمنيات بأيام قادمة محفوفة بالإنجازات. وأخيرا حضورنا الكرام، اسمحوا لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان باسم قادة مدارس مكتب التعليم بصامتة وزملائي بمجمع تحفيظ القرآن الكريم بديحمة ومدرسة السهي ومدارس مركز السهي عامة لأسرة المحتفى به، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل محمد بن علي صميلي، على إتاحة الفرصة لنا للتعبير عما يجول بخواطرنا. والشكر والتقدير والعرفان لرئيس مركزنا مركز السهي الأستاذ مقعد بن محمد السبيعي على حضوره وتشريفه ودعمه لنا في جميع مناسباتنا، سائنا الله له دوام التوفيق. وفي الختام، حمى الله بلادنا ونصر جندنا ودحر عدونا ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ليلة الاحتفاء يقول الأستاذ محمد بن علي بن طاهر صميلي عن أخيه المحتفى به الليلة: لم تطلب تكريما من أحد فأنت الكرم، لا ترجو تعريفا أنت النار على علم، يا جبلا يعلو في همته، يا بحر الحكمة والشيم،
ربيت فأخرجت رجالا من أهل الغايات وأهل الهمم، وبنيت بنيت عقولا في صمت من غير ضجيج أو سقم. أنت النهر بعلم وعطاء، أنت الباز على القمم. أنعم بصفات مثلى يا من دوما تحترم، فليبعد من حاول تشويها، أنى للشامخ ينهدم، أنى للشامخ ينهدم. ولأن الحفل لا يكتمل إلا به ولا يزهو إلا بكلماته، نترككم مع كلمة عريس هذه الليلة الأستاذ حسن عبدو بن علي إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس مركز السيه الفاضل الأستاذ مقعد السباعي، السادة الحضور الكرام من مشايخ وأعيان ومشرفين تربويين ومعلمين وطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتسابق الكلمات، كل منها تريد أن تحظى بشرف تقديم عظيم الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى أولاً، ثم لدولتنا الرشيدة التي هيأت لأبنائها سبل التعليم والنجاح، فقدمت لهم الغالي والنفيس لتيسير التعليم وجعله في متناول الجميع، كما هيأت المدارس في القرى والهجر سواء في السهول أم الجبال، ووفرت كل ما يلزم من أدوات تعليمية ومعلمين أكفاء ومباني مدرسية ومناهج تعليمية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها انحراف أو غلو. كما يسعدني أن أقدم كلمة شكر وثناء لإدارة التعليم بجازان ولمكتب تعليم صامتة لما بذلوه من جهود وتعاون طيلة عملي، وأتقدم بالشكر لمجمع مدارس تحفيظ ديحمة، فقد أمضيت عندهم عاماً دراسياً رائعاً عايشت فيه نعم المعلمين والزملاء، بدءاً من قائدها المبدع الأستاذ حسين عبد قيسي ومروراً بكافة الأخوة المعلمين. والشكر كل شكر لجميع زملاء المعلمين بمدرسة السيه ولإخواني أولياء أمور الطلاب، فقد كانوا عوناً لي في إتمام العملية التعليمية في هذه المدرسة وفي جميع ما مكان عملت به على الوجه المأمول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأذكر أنني حين باشرت في مدرسة السيه كان مبنى متهالكاً والطريق إليه وعرة، إلا أننا تجاوزنا كل المعضلات في سبيل بناء جيل مميز يخدم دينه ووطنه. وأتقدم بوافر الشكر للزملاء المشرفين التربويين الذين أسهموا في الارتقاء بالمنظومة التعليمية طيلة فترة حياتي التربوية، ولا يفوتني أن أمتن لكل من أسهم في احتفال هذه الليلة. رفاق بيئتي التعليمية، ألتمس منكم العذر عن أي تقصير تجاهكم، فميدان العمل لا يخلو من الحماس والإخلاص، وقد ينتج عن ذلك بعض الهفوات الغير مقصودة. ولا أنسى وقفتكم وكريم تعاونكم معي خلال تواجدي بينكم في البيئة التربوية والتعليمية، كما أتقدم لأبناء الطلاب بوافر الحب والمودة لما وجدت فيهم من انضباط ومثابرة وجد في دراستهم، حيث كانوا نعم الأبناء الأوفياء
متمنيا لهم مستقبلا مشرقا حافلا بالنجاح والتفوق. وأخيرا لا يفوتني إلا أن أرحب أجمل ترحيب بهؤلاء الذين احترقوا شموعا لينيروا الدرب، الذين شرفونا بحضورهم حفلنا الكريم، شاكرا لهم تلبية الدعوة، وداعين الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا، إيمانا منا بضرورة إعطاء الناس شكرهم الذي يليق بهم وقدرهم الذي ارتفعنا به، فإننا ندعو بالأسماء كل من قدم هدية ليسلمها للأستاذ عبده على سميلي. فبدأ ندعو الأستاذ عبده للوقوف هنا حيث نقدم أسماء المحتفين به فردا فردا، وهم كالتالي: درع من الأستاذ راشد خيري، هدية من الأستاذ عبد الرحمن عريشي، درع من الأستاذ محمد علي مخر سميلي، درع من الدكتور طاهر محمد علي مخر سميلي، هدية من المهندس هشام محمد سميد، تذكرت الطفولة كيف كنا فراشات يلملمنا المساء وعند الفجر له الفجر يحلو كما يحلو إلى الظمآن ماه كما يحلو. درع من الأستاذ يحيى محمد إبراهيم سميلي، هدية كريمة من ينشئ الأجيال طوعا أعدلا أن يكال له العدو، أعدلا أن يكال له العدو. تذكرت الطفولة كيف كنا فراشات يلملمنا. هدية كريمة من الشيخ محمد يحيى عبد قصير وأولاده، هدية من الأستاذ سعد مروعي نامس، أو قبلة من لمار العذوب تشفيه، أو نظرة خطرت من رمش ناهدة قرت بساح الروح يا رباه تسبيه، قرت بساح الروح يا رباه تسبيه. اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه. هدية من قبيلة بني شوك وعلى رأسهم الشيخ يحيى مساوى، يعني أبوح بسر فضبيح رقان، يا للفؤاد لجمر بات يكويه،
هذا الفناء إذا غبتم يحن كما حن الرضيع لحضن بات يؤويه حن الرضيع لحضن بات يؤويه هدية من الأستاذ الفاضل عبد عباس عريش سواك له يروي ويحيي ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله أبدا والحزن يطويه ظلاله أبدا والحزن يطويه ارجع ليحلو بكم باهي الزمان ألا كيف السلو لقلب فيه ما فيه الله يا بلبلا غنى على فنن من لي سواك وهذا الروض تشجيه من لي سواك وهذا الروض تشجيه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه هدية من الأستاذ محمد أحمد علي إدريس مالي ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله أبدا والحزن يطويه ظلاله أبدا والحزن يطويه هذه الربا طربت واستعذبت نغما يتلو الشفاء هدية من الأستاذ الفاضل محمد خيري الواهب المنعم المنان أكرمكم ومن أراد به الخيرات يدنيه ومن أراد به الخيرات يدنيه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر مرتبا هدية كريمة من مدرسة السهي وعلى رأسهم الأستاذ أحمد عيسى قاسم ظلاله أبدا والحزن يطويه أنت الذي يحلو بك الزمر ويحار فيك الليل والقمر وتغازل الأسحار طلعته وله الأصيل العذب ينتظر هدية من الأستاذ مساوى طاهر صمالي تنوي الرحيل تسير في عجل رفقا فؤادي شفه الخبر تمضي وكل العاشقين هنا قلب يرف بساحه الحذر قلب يرف بساحه الحذر هدية من الأستاذ علي أحمد حسن عريشي ويحار فيك الليل والقمر وتغازل الأسحار طلعته هدية أيضا من الأستاذ محمد أحمد حسن عريش ينتظر وله الأصيل العذب ينتظر هيهات يسلو جمعنا أبدا لا الشعر يطربنا ولا الوتر هذا المكان إذا رحلت غدا قفرا يبابا ملؤه هدية من الأستاذ عمر يحيى دوم قفرا يبابا ملؤه الكدار أنت الذي يحلو بك الزمر ويحار فيك الليل والقمر وتغازل الأسحار هدية مقدمة من مجمع مدارس تحفيظ القرآن الكريم بديحم وله الأصيل العذب ينتظر منك انطلقنا للعلا زمران أتظن يحلو بعدك سفر دوما نراك البدر في ألق واليوم يبقى بعدك الأثر واليوم يبقى بعدك الأثر هدية من الأستاذ إبراهيم محمد صغير إسماعيل ويحق
يحار فيك الليل والقمر وتغازل الأسحار طلعته وله الأصيل العذب ينتظر وله الأصيل العذب ينتظر كالشمس حين غروبها سكبات دمعا على الخدين ينهمر كالشمس حين غروبها سكبات دمعا على الخدين ينهمر دمعا على الخدين درع من الشيخ حسن طاهر عربي أنت الذي يحلو بك السمر ويحار فيك الليل والقمر وتغازل الأسحار طلعته وله الأصيل درع أيضا من عبد الله طاهر طيب عربي وله الأصيل العذب ينتظر وله الأصيل العذب ينتظر اجعل روضك من للروض يحمي ومن سواك له يروي ويحيي اجعل روضك من للروض يحمي ومن سواك له يروي ويحيي ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله أبدا والحزن يطوي إن سرت تاقت لكم خضر الربا أملا يدنو القطاف فكم قد كنت تجنيه ارجع إلى الروض هدية الأستاذ يحيى منصور محمد صمالي إذا تعود له لحنا تغني اجعل روضك من للروض ومن سواك له يروي ويحيي ارجع لروضك من للروض يحمي ومن سواك له يروي ويحيي ارجع فديتك ليس هدية الشيخ عبد بكري عبد سمالي ظلاله أبدا والحزن يطويه ظلاله أبدا والحزن يطويه إذا تعود حلفي هدية الأستاذ حسن طاهر علي ناجع قبلة من لمار عبوب تشفيه أو نظرة خطرت من رمش ناهدة قرت بساح الروح يا رباه تسبيه قرت بساح الروح يا رباه تسبيه اجعل روضك من للروض هدية الأستاذ إبراهيم حسين على سمالي ومن سواك له يروي ويحيي ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله هدية الشيخ عبد الله جبران اسماعيلي ابدا والحزن يطويه دعني ابوح بسر فضبيح رقان يا للفؤاد بجمر بات يكويه هذا الفناء إذا غبتم يحن كما حن الرضيع لحضن بات الشيخ عيسى يحيى آل زيد بات يؤوي اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه هدية أخيه الشيخ طاهر علي مخرش كبير وأولاده أبدا والحزن يطويه ارجع ليحلو بكم باهي الزمان ألا كيف السلو لقلب فيه ما فيه درع آل مباركي بقرية المقالي لن غنى على فنن من لي سواك وهذا الروض تشجيه من لي سواك وهذا الروض تشجيه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه درع الأستاذ محمد صديق حنش للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا هدية الدكتور حسن أحمد على سمالي
يستلمها نيابة عنه أخوه عبد الله أحمد علي سميل. يتلو الشفاء وآي الذكر تعليه الواهب المنعم المنان أكرمكم ومن أراد به الخيرات يدنيه ومن أراد به الخيرات يدنيه لروضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه ارجع لروضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر مرتقى هدية منسوبي مدرسة العرجين هدية الشيخ حمود مساوى صميلي تنوي الرحيل تسير في عجل رفقا فؤادي شفه الخبر تمضي وكل العاشقين هنا قلب يرف بساحه الحذر قلب يرف بساحه الحذر أنت الذي يحلو بك الزمر ويحار فيك الليل والقمر هدية الأستاذ هدية الأستاذ إدريس بكري عبد اسمالي هدية الأستاذ منصور حسن مذكور لا الشعر يطربنا ولا الوتر هذا المكان إذا رحلت هدية عبد علي إدريس صمالي ملؤه الكدر قفرا يبابا ملؤه الكدر أنت الذي يحلو بك الزمر هدية هدية الأخوين الكريمين حمد محمد محمد صميلي عبد الرحمن محمد محمد صميلي للعلا زمران أتظن يحلو بعدك سفر دوما نراك البدر في ألفين واليوم يبقى بعدك الأثر هدية منسوبي مدرسة ديحم المتوسطة والثانوية هدية الأستاذ محمد منصور أحمد صميلي وله الأصيل العذب ينتظر وله الأصيل العذب ينتظر هدية الأستاذ علي فايز الشهراني غروبها سكبات دمعا على الخدين ينهمر كالشمس حين غروبها انسكبت هدية الأستاذ محمد موسى صميلي دمعا على الخدين ينهمر أنت الذي يحلو بك الزمر ويحار فيك الليل والقمر هدية الأستاذ علي إبراهيم علي صميلي هدية الأستاذ محمد علي علي إسماعيلي هدية أبناء المرحوم
إدريس عبد حسن صميل. إن سرت تاقت لكم خضر الربا أملا يدن القطاف فكم قد كنت تجريه ارجع إلى الروض إن الروض ممتلق إذا تعود له لحنا تغني. هدية الأستاذ محمد حسين المباركي. لحنا تغني اجعل الروض كما للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه اجعل روضي كما للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر. هدية الأستاذ محمد منصور محمد سميلي. والحزن يطوي ظلاله أبدا. وأخيرا هدية الأستاذ علي محمد طاهر سميلي. لا تعود حلا في جيد مرهفة أو قبلة من لمار عبوب تشفيه أو نظرة خطرت من رمش ناهدة قرت بساح الروح يا رباه تسبيه قرت بساح الروح يا رباه تسبيه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه اجعل روضك من للروض يحميه ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله أبدا والحزن يطويه ظلاله أبدا والحزن يطويه الروح بسر فاض بحرقان يا للفؤاد بجمر هدية خاصة شاص لاند كروزر موديل 2017 مقدمة من طلابه وأبنائه من عائلة آل مخرج حن الرضيع لحضن بات يروي ومن سواك له ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله أبدا والحزن يطويه ظلاله أبدا والحزن يطويه ارجع ليحلو بكم باه الزمان ألا كيف السلو لقلب فيه ما فيه الله يا بلبلا غنى على فنن من لي سواك وهذا الروض تشجيه من لي سواك وهذا الروض تشجيه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه اجعل روضك من للروض يحميه ومن سواك له يروي ويحييه ارجع فديتك ليس العمر مرتقبا ظلاله أبدا أخيرا شكر وافر لفريق عمل هذا الحفل الأستاذ محمد بن علي بن طاهر مخرج سميلي الأستاذ محمد بن علي إدريس سميلي الأستاذ علي بن طاهر بن علي سميلي العقيد الدكتور أحمد علي علي سميلي وشكر خاص لمنفذ الحفل ومخرجه الأستاذ طاهر صيرم شكرا لكل من أسهم في نجاح حفلنا 10 دقائق لأخذ الصور ثم وجبة العشاء شكرا لكم
العشاء الآن، أرجوكم لا أحد ينصرف، العشاء بعد قليل. يا طالب التعليم في كل الأحوال، أنتم لواحدنا بحسبة عياله، الجهد والصحة وبذل الأموال، تفدى وطن أنتم بعدنا رجاله، أنتم لما على التضحية مضرب أمثال، يا سهلين اللي عسير منالا، يا سهلين اللي عسير منالا، أنتم عليكم تنعقد كل الأمال في حفظ رب الكون جل جلاله، أنتم عليكم تنعقد كل الأمال في حفظ رب الكون جل جلاله، تستاهلون المدح يا ساس الأجيال، فيكم شموخ المستمع والأصالة، فيكم شموخ المستمع والأصالة، يا معلمي. وندعو منسوبي مسؤول مدرسة تحفيظ ديحمة ليأخذوا صورة. يا طالب التعليم في كل الأحوال، أنتم لواحدنا بحسبة عياله، الجهد والصحة وبذل الأموال، تفدى وطن أنتم بعدنا رجاله، أنتم لما على التضحية مضرب أمثال، يا سهلين اللي عسير مناله، يا سهلين اللي عسير مناله، أنتم عليكم تنعقد كل الأمال في حفظ رب الكون جل جلاله، أنتم عليكم تنعقد كل الأمال في حفظ رب الكون جل جلاله، الختم صار دعاء لأهل الأمال على النبي المصطفى للرسالة، بالختم صلوا عالدماء أهل الأمال على النبي المصطفى للرسالة، الختم صار مسكن تواطن في الأنحاء وانتسبا، أضفى على الأرض إبداعا ولا عجبا، أهل المعارف من فازوا بتكرمة عند الإله وكانوا الودق والسعبا، أهدوا الشباب إلى